بسم الله الرحمن الرحيم. الاول انا حابب اتكلم في الفيديو البسيط ده عن نقطه وعن نقطه مهمه، وهي موضوع الريبليكيت للستوريز ده. كده البلان بتاع الدور الاولاني، وفي حوالي من الدور التاني للدور التاسع عايز اخد الدور ده واعمله ريبليكيت في الجريدز بتاعت الادوار دي. بس الحقيقة لو جيت عملت بالوضع اللي احنا متعودين عليه التقليدي، خليني اخد ده كده واقول له كوبي ستوري ارتفاع الدور 3 متر، فخلينا نكوبي ستوري على 3 متر ونمبر اوف 8. نلاحظ كده هو دلوقتي هيعمل ريبليكيت، وبيعمل ريبليكيت دلوقتي، وكل دور المفروض بيتكون فيه elements وعمال ينسخ فيه elements. كل ما بينسخ في دور بيديني علامة زي ده، معناه ان فيه elements بتتنسخ في الأدوار. بس الحقيقة هو ما نسخش الدور بس، ده هو نسخ كل حاجة في الدور بما فيها تعريفة الدور نفسه، اللي هي الجريد الستوري 8 او ستوري 9 او ستوري 7 وهكذا. نسخها يعني، نسخ دي اوريدي معاها كمان. طبعا احنا مش عايزين كده، مش معقول بقى هروح اخد بقى من الستوري هنا، يعني خلينا نلغي الفلتريشن واروح من ستوري 17 لستوري 10 وادلتهم، فانا مش عايز اعمل كده. خلينا كنترول زد، فهمنا هو بيعمل ايه؟ هو بينسخ الادوار الاول ثم بعدها بينسخ الستوريز. فالحقيقه هي الستوريز جريد، فانا مش عايز كده. خليني اجي هنا وامسح الادوار دي واعملها بالطريقه التانيه. هاجي على الدور ده وهقول له copy contents of the story. نركز معانا كده، copy the contents of the story، وهقول له اعمل لي replicate 8، ومش هعمل على ارتفاع الدور. ده معناه ايه؟ نلاحظ كويس جدا النقطة دي. خلينا نيجي هنا كده مثلا، وانا عندي كل الادوار ارتفاعاتها 3 صح؟ خلينا نيجي للدور الرابع، الدور الرابع ده، ونغير ارتفاع الدور بتاعه ونخليه 4، ونيجي للدور السابع ونخليه 3.5. الدور السابع بقى 3.5، عفوا 3.5. طب انا دلوقتي عايز اعمل ريبليكيت للستوريز دي، اعمل ايه؟ ستوري كوبي كونتس اوف ذا ستوري واعملهم ريبليكيت 8. خد بالك كده ايه اللي هيحصل. ده الدور الرابع وده الدور السابع. رغم ان الدور ده ارتفاعه 3 متر، ولكن انا قدرت انسخ في دور تاني ارتفاعه 4 متر، وفي دور تالت ارتفاعه 3.5 متر. في الحالة دي هو نسخ للأدوار وما عمليش ريبليكيت للستوريز. يبقى المشكلة او الفيديو ده بيحل مشكلة ان انا لما باجي اعمل كوبي للستوريز بيعمل لي ريبليكيت للجريد ستوريز او للستوريز جريد مرة تانية، وبالتالي بضطر ان انا امسحها. لا مش همسحها، شيل الفلتريشن والاقي الادوار زي ما هي.